السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم سعيد من قناة بريكنج وولف. اليوم معاي كود اظن انه اغلبكم ما بعرفه ولكنه مفيد ومهم جدا، فاذا كنت حاب تعرف ايش هو هذا الكود وايش بعملك بتليفونك لانه فعليا جميل ومفيد في حالات كثيرة. خليكم معاي ويلا ننتقل الى الشرح. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بهالفيديو من جديد. اكيد كلياتنا بنشغل على تليفوناتنا الاندرويد، كان اغاني او قران او موسيقى او اي شيء، المهم صوتيات بشكل عام، وفي منا كثير بيعاني من مشكله الصوت المنخفض. فلهيك اليوم معي كود جميل جدا بيقوم على رفع صوت الموسيقى او صوت الصوتيات على سماعه تليفونك بدون برامج، بدون ما تغلب حالك، وبضل الصوت نقي بشكل كبير. طبعا كل اللي عليك انك تشغل الاغنيه اللي انت بدك اياها او اي اغنيه، المهم طبعا تكون على التليفون نفسه مش على اليوتيوب. بعدين ننتقل الى شاشة الاتصال ونكتب نجم مربع 0 2 8 3 مربع. طبعا رح تفتح معانا هاي الشاشة زي ما احنا ملاحظين، هيك وهي الخاصية شغالة، هيك وهي الخاصية شغالة. ستوب يعني طافية، ستارت الثانية هاي اللي تحت ستارت، هاي معناتها انها شغالة. ركزوا مع الصوت كيف بيكون مع ستوب وكيف بيكون مع ستارت. طبعا هذا الخيار الاول على اساس انك تخلي الصوت داخل السماعة الداخلية كأنك بتحكي تليفون زي ما احنا سامعين لما حطيت التليفون عند المايك. وبس هذا كان كل اللي معي بهالفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا كنت اول مره بتعرف الكود يا ريت انك تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك فيها، اذا كانت هاي اول مره بتشوف فيها فيديوهاتي. اتركوا لنا رايكم تحت الفيديو بالتعليقات، ولهون صار لازم اودعكم واحكي لكم شكرا للمشاهده ويعطيكم العافيه. كان معكم اخوكم سعيد من قناه بريكنج وولف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.